وصلي وادعي ربك يرحمه ويتوب عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله تعالى في كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. لازلنا في أبواب الصلاة، وقد وصلنا إلى الحديث 22 بعد 100. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق، ما هو العاتق؟ مكانه أين؟ ما بين المنكب والعتق، ما بين المنكب، ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب هذا والعنق، هذا العنق وهذا المنكب. يبقى العاتق ما بين المنكب والعنق، هذه المسافة تسمى عاتق. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا هنا أو نهانا على أن نصلي في ثوب واحد ليس على عاتقنا منه شيء، وبالتالي سيكون هذا الثوب مؤكد أنه سيكون الإزار، ها؟ الإزار، ولا يوجد الإيه؟ الرداء، الرداء غير موجود ويوجد فقط الإزار، هذا هو الثوب الواحد، لأنهم كان غالب أثوابهم هكذا، إزار ورداء، الرداء على العاتق، على العاتقين، والإزار من أسفل. طيب، هذا النهي يقول الإمام ابن دقيق العيد معلل بأمرين، أحدهما النهي عن الصلاة في ثوب واحد معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. طبعا لما الواحد يصلي بإزار فقط، هنا الثوب فيه نوع من الزينة، عندما تلبس ثوبا عموم الثوب وعموم اللباس هو زينة، فأنت كده تخليت عن الزينة المطلوبة منك في الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالزينة مطلوبة في الصلاة أو عند كل مسجد، فأنت هنا فهناك عموم الزينة المسنونة في الصلاة، والتي منها أي نوع من الزينة مطلوب في الصلاة، فهناك عموم في الزينة المطلوبة والتي منها لبس الثياب وعدم تعرية الجسد، هذا جزء من الزينة. وبالتالي عندما تصلي في ثوب واحد وتتخلى عن الثوب الذي يغطي عاتقك اللي هو الرداء، بذلك تكون قد تخليت عن الزينة المسنونة في الصلاة. العلة الثانية أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا. طبعا الذي يتخلى عن الرداء سيكون هناك سيكون لابسا فقط للإزار. طيب، الإزار لو سقط لا بانت عورته، لو في رداء ممكن يلحق نفسه، واخد بالك، بيبقى في ثوب احتياطي، انما فقط إزار يبقى ايه انشغاله به سيكون ايه
أشد، لأنه هو الثوب الوحيد الذي يغطيه ولا يوجد غيره. فإن انشغل بالثوب بالإزار هو بين أمرين، إما أن ينشغل وأن لا ينشغل. يبقى قال إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، اللي هو الإزار. فإن لم يشغل جه قال لا أنا لن أشغل، لأنه طبعا الصلاة ممنوع فيها الحركة الكثيرة وأن تشغل يدك بحركات كثيرة. فإن هو عمل بمبدأ عدم إشغال يده بحركة ولم يهتم بالثوب الأسفل وتركه هكذا خيف سقوط الثوب، ممكن يترك الثوب، ولا ممكن إذا لم يمسك ثوبه ويحكم قبضته عليه يمكن أن يسقط الثوب فتنكشف العورة. يبقى إن هو لم يشغل نفسه بسقوط الثوب أدى إلى ذلك مخافة سقوط الثوب وانكشاف العورة، تمام؟ طب وإن شغل نفسه بالثوب كان فيه مفسدتان، إحداهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، طبعا مشغلة عن الصلاة وحركات كثيرة تؤثر في الصلاة. الثانية أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. أيضا كثرة الانشغال بالثوب ممكن تجعله يأتي بحركة غير مقصودة فيؤدي أيضا إلى سقوط الثوب وانكشاف العورة. إذن الأولى أن يكون عنده رداء من فوق، ثوب احتياطي لا يجعله مستورا حاصلا على الزينة المسنونة في الصلاة، غير مشغول بالثوب الآخر الذي غطى به عورته. يقول ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده. ما هو الظاهر هنا الذي أدى إلى منع الصلاة في السراويل؟ هناك من منع الصلاة في السراويل والإزار وحده، يعني منع الصلاة في الثوب واحد آخذا بظاهر الحديث. ما هي حيثية الظاهر هنا؟ ما المقصود هنا بالظاهر؟ الظاهر اللي هو ايه بقى؟ ما هو الظاهر هنا الذي يؤدي الى عدم الاكتفاء بالسروال او الازار؟ هذا الظاهر، فسر لي بقى، اعطيني تفسير. انتوا يعني احنا بن 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 احنا الان بنتكلم في الفقه، وايضا يعني نتعرض لاشياء من الاصول ومن علم الاصول والمسائل الاصوليه، فهنا في مساله اصوليه. الظاهر دي لما اقول لك الظاهر هنا لازم يذهب ذهنك الى علم اصول الفقه الذي يفسر النصوص. كلمه الظاهر هنا اي ظاهر؟ ها اللي هو ايه هنا في الحديث الذي يؤدي الى المنع؟ انا وضحتها في توضيح اكتر من كده، اللي هو ايه بقى؟ النهي. يا اخوانا انتوا مالكوا؟ لماذا يعني اريد لألسنتكم ان يسيل منها الكلام اكثر من هذا؟ النهي، والنهي الاصل فيه التحريم، ظاهر النهي يعطينا التحريم. في نهي، النهي الاصل فيه التحريم والظاهر التحريم. لا تبعد الظاهر او لا تستغني عن الظاهر الا بتأويل او بقرينة تجعلك تقلل من قيمة دلالة النهي على التحريم الى دلالة ادنى، فتقول مثلا مكروهة. بس لو قلت في كراهة هنا سيكون في ذلك تخل عن علي صوتك عن الظاهر، فتح الله عليك، تخل عن الظاهر.
لأن الظاهر أن النهي يقتضي التحريم. فأنت فهناك من أخذ بالظاهر اللي هو إيه؟ النهي يقتضي التحريم، وهنا نهي أهو لا يصلي أحدكم، والنهي فأدى به ذلك إلى أن منع الصلاة في الثوب الواحد، سواء كان بقى سراويل أو إزار. واضح الكلام؟ احتاجنا نقعد نفسر كتير في أمر المفروض إحنا برضو يكون عندنا فكرة بيه بقى، يعني نبتدي بقى خلاص الكلام ده نتجاوزه إلى مسائل أدق نفهمها بإذن الله. يبقى ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده، لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة. اللي منع لم يغلقها بقى تماما، يعني تماما كده لا يصلين في يعني ممنوع منعا باتا، لا ممكن ضرورة ملجئة ان انت تجعلك تصلي في ثوب واحد، يبقى يستثنى من ذلك حالة الضرورة. لكن خد بالك كل ده عن بعض الايه، عن بعض العلماء اللي هو منعوا الصلاة في الثوب الواحد، لكن الاشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، لكن الاشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، وجواز الصلاة بما يستر العورة. وطبعا الازار او السراويل تكفي في ستر العورة، فممكن تصلي طالما سترت العورة ولو بثوب واحد. وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب وإن كان ضيقا فأتزر به، أو فأتزر به وإن كان ضيقا فأتزر به. يبقى الحديث هو لم يرشد إلا إلى إيه؟ الى الازار بالنسبه لسيدنا جابر، فقط اكتفى بالازار وقال ان كان الثوب ضيقا فاتزر به وفقط، يعني يكفيك ان يكون ازارا. ففي هذا دليل عند الفقهاء على جواز الصلاه في الازار فقط وفي الثوب الواحد، مخالفين بذلك بعض العلماء الذين قالوا بظاهر الحديث. طيب وماذا يفعلون في الحديث بقى لا يصلي احدكم في الثوب الواحد؟ قالوا ويحمل النهي على الكراهة. النهي في ايه؟ في حديث الباب على الكراهة. يبقى هم كما قلت لكم تخلوا عن الظاهر الذي يقتضي التحريم الى اعطائه مرتبة ادنى وهي مرتبة الكراهة. وطبعا لقرينة، ما هي القرينة هنا؟ الحديث، حديث جابر قرينة تجعل الحديث تصرف النهي في الحديث من التحريم الى الكراهة. واضح؟ طيب اللي بعده، الحديث الذي بعده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو ثوما، الصواب ثوم، الثوم بالضم، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. ده كلام مين؟ كل فإني أناجي من لا تناجي. كلام من هذا؟ كلام سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحاديث واضحة فيما يتعلق بالأكل من الأشياء التي تحدث ريحا غير مقبولة في المسجد كالثوم والبصل. فيقول الكلام عليه من وجوه، أحدها هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور. النبي قال إيه؟ فليعتزلنا
أو ليعتزل مسجدنا، سيترتب على ذلك التخلف عن صلاة الجماعة لأنه أكل من هذه البقول ذات الرائحة غير المقبولة في المسجد. قال: واللازم عن ذلك أحد أمرين. أحد أمرين اللي هو إيه؟ عدم جواز من أكل من هذه البقول ذات الروائح الصلاة في المسجد، أو ترك يعني الصلاة في الجماعة في المسجد. طب يلزم من ذلك أحد أمرين. هذه الطريقة في الفهم لا تحتمل إما أمرين. الأمر الأول، إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت. يبقى احنا هنا لابد أن نتخلى عن أحد أمرين. احنا عندنا أكل هذه البقول أو الخضروات ذات الرائحة غير المقبولة في المسجد، وعندنا صلاة الجماعة. يبقى نتخلى، هل معنى الحديث لا يحتمل إلا التخلي عن أحد أمرين، إما عن التخلي عن أكل هذه البقول، وإما التخلي عن صلاة الجماعة. يعني إما أن تكون أكل هذه البقول مباحا والصلاة الجماعة غير متعينة وليست واجبة، يعني تأكل كما تشاء ثم لا تصلي الجماعة لأنها غير واجبة، وإما أن يكون هناك منع من ترك صلاة الجماعة مع إباحة الأكل. يبقى قال: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة واجبا على الأعيان، يبقى يأكل بس لا يذهب إلى إيه؟ إلى صلاة الجماعة. أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان، وعندئذ عندما تكون واجبة يمتنع أكل هذه البقول. يبقى في الحالة دي أنت رايح تصلي الجماعة، يمتنع عليك أكل هذه البقول ويحرم. إما أن يحرم الأكل وتذهب لصلاة الجماعة لأنها واجبة، وإما أن يباح الأكل وتكون صلاة الجماعة هي إيه؟ التي ليست بواجب. يبقى أحد أمرين، إما هذا وإما هذا. أيهما المرجح؟ أن أكل هذه البقول مباحا والجماعة غير واجبة، أم أن الجماعة واجبة وأكل هذه البقول إذا كنت ذاهبا إلى الجماعة يكون ممتنعا؟ قال: إن حملنا النهي عن القربان على التحريم، إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت، إن حملنا النهي عن القربان على التحريم. طبعا في هذه الحالة سنحمل النهي عن القربان على إيه؟ فلا يقربن مساجدنا. يبقى سيكون النهي عن قربان المساجد هنا محمولا على ايه؟ على التحريم. يبقى ستكون الجماعة واجبة، ها، وحرام عليك تقرب المسجد وانت بتاكل، يبقى حرام عليك تاكل وانت رايح تصلي. خدت بالك؟ يبقى الجماعة واجبة ويحرم قربان المسجد حالة اكل هذه الاشياء، اذا يمتنع اكلها وانت ذاهب الى صلاة الجماعة. قال: وجمهور الامة على اباحة اكلها. يبقى ايهما الراجح؟ يبقى جمهور الامة على اباحة اكلها. يبقى الراجح ان اكلها مباح، وبالتالي اذا كان جمهور الامة على اباحة اكلها، يبقى الأقرب في هذه الحالة أن نقول أن الجماعة ليست واجبة. يبقى الجماعة، صلاة الجماعة هي التي ليست واجبة، وبالتالي
إن أكلت فلا تقربن مساجدنا، لا تذهب لصلاة الجماعة، وإن أردت صلاة الجماعة فعليك ألا تأكل. يبقى وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه. ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أناجي من لا تناجي، ويلزم من هذا ألا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان. يبقى في الحالة دي لن تكون الجماعة ايه واجبة، يبقى الأكل مباح والجماعة ليست واجبة. تريد أن تذهب إلى الجماعة فلا تقرب المسجد، يبقى يمتنع عليك ايه الأكل. يبقى تريد أن تذهب لا تأكل، لا تقرب المسجد، مع أنه الأكل أصلا مباح. يبقى إن أكلت فلا تذهب، لأن الجماعة ايه غير واجبة. يبقى إذن في النهاية الخلاصة أنه أكلها مباح والجماعة في المسجد ليست واجبة على الأعيان. وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث، ولازم الجائز جائز. فإذا كان من لوازم الأكل ترك الجماعة، إذن الجماعة تركها جائز، ترك الجماعة جائز وليس واجبا. فترك الجماعة بيقوله: فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه، أي وجوب حضور الجماعة. ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. طبعا اللي هيقول زي كما الظاهرية، مذهب الظاهرية اللي بيقول بوجوب صلاة الجماعة، مؤكد أنه سيذهب إلى الإيه؟ إلى تحريم الأكل حالة ذهابك إلى صلاة الجماعة، مؤكد. هذا يتمشى مع هذا، إن كانوا أوجبوا صلاة الجماعة فسيمنعون قطعا وسيحرمون أكل الثوم والبصل حالة الذهاب إلى صلاة الجماعة. وتقرير هذا أن يقال بناء على مذهب أهل الظاهر: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل الثوم واجب. واضحة كده؟ طيب الثاني، الفائدة الثانية من فوائد الحديث، قوله: مسجدنا فلا يقربن مسجدنا، أو فليعتزل، في رواية فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية ليعتزل مسجدنا. تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. مسجدنا هنا في هذه الحالة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد الايه؟ المدينة، اللي هو مسجد الرسول في المدينة. فبعضهم تعلق بهذا الظاهر ايضا، ها؟ تعلق بهذا الظاهر وقال لا، هذا مخصوص بمسجد المدينة فقط، او مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، دي الحالة الوحيدة اللي فلا ايه فليعتزل مسجدنا، لكن ممكن في اي مسجد اخر تأكل وتذهب الى المسجد. قال: وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي، اللي هو مسجد المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساكنا فيه أو بجواره. قال: والصحيح المشهور خلاف ذلك. لا، المشهور أن كل المساجد داخلة في هذا الأمر. قال: والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام. مساجدنا هنا تعطي العموم، أي مساجدنا المساجد التي يصلي فيها المسلمون جميعا، وأنه عام، لما جاء في بعض الروايات مساجدنا. طبعا هذا على رواية مسجدنا، نعم الخاصة بالرسول اللي هي مسجدنا،
أو ليعتزل مسجدنا. هذه الرواية التي فيها خصوصية بالرسول، لكن ورد في روايات أخرى مساجدنا. مساجدنا هنا على صيغة الجمع، ها، تقتضي إيه؟ الجموع. جموع الكثرة من صيغ العموم، عندما تضاف تبقى من صيغ العموم، أي عموم المساجد. ويكون مسجدنا للجنس، أي جنس ما يسمى مسجد، في الطلب بالإيه؟ بالاعتزال وعدم قربانه حالة أكل هذه البقول. ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، يعني رواية مسجدنا لجنس المسجد. لو قلنا للجنس يبقى يشمل أيضا كل المساجد. هو النبي يقول فلا يقربن مسجدنا، فإذا كان للجنس يبقى هذا يؤدي إلى العموم أيضا، لأن أنا أقصد بمسجدنا جنس المسجد. فأي مسجد تتحقق فيه جنسية المسجدية أو المسجدية فهو مسجد. يبقى إن أردت بمسجدنا الجنس عامة، وإن أردت ضرب المثال أيضا عامة، لأن ده مجرد مثال لمساجد كثيرة. يبقى ده تخريج لرواية مسجدنا. رواية مساجدنا واضحة تعم بصيغة الجمع أو جمع جموع الكثرة. أما مسجدنا يمكن أن تعم لو اعتبرتها جنسا في المسجد فتشمل كل مسجد فيه جنس المسجدية، أو اعتبرتها لضرب المثال فهي مجرد مثال واللبيب بالإشارة يفهمه فيقص عليه كل المساجد.